السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: رمضان جديد في عراق الأزمات. مشاهدينا، قبل الدخول في التفاصيل نود التنويه لحضراتكم أنكم بإمكانكم أن تشاركوا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمامكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. كنا تعبانين وكذا ربع لحم حاير داخل لي بصل هسه وشغلات واطفال للبيت. بيش اخذت الربع؟ بثلاثة ونص والله. وانا عندي 6000 دينار. الحمد لله وشكر على الاتحاد. رغم كل الظروف هذه احنا عندنا بعين الله سبحانه وتعالى. اولا هذا فقرهم كذبه. أقولها كذبة يعني. هذا البلد بالعالم يعطي رواتب بقد العراق. تجي تعطي احنا رواتب؟ نعطي في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين. مليون ونص مال متقاعدين. تقريبا مليار و200 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعية. الله ان شاء الله يشفعنا ويشفع كل شعب العراق هذا الشعب المظلوم. هسه انت متريق لو بعدك؟ لا والله وحق هو الله ما متريق. زين هاي شلون يعني بس وجبه واحده للبيت؟ هذا شوف خلي حاجيك، احنا هذا راح نخليه بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبه واحده. يعني غدا ماكو بين الظهر وحق هذا الله. في مال لا. تعال يا بتعال. في مال لا خليني. في مال لا انا اقول لك يا خليني لاني اروح انهار واقع والله انا تعبان. أهلا بكم من جديد. أقبل شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. على العراق والعراقيون يعيشون ظروفا قاسية صعبة على كافة الصعد، ولعل أهم الجوانب التي ينظر إليها المواطن العراقي هما حقيقة جانبان: الجانب الأمني والجانب الاقتصادي. اليوم نناقش في منبر الرافدين الجانب الاقتصادي للمواطن العراقي قبيل شهر رمضان المبارك، من ناحية استعدادات المواطن وكذلك من ناحية استعدادات حكومة بغداد والأحزاب، وما هو نوع الدعم الذي حصل عليه المواطن العراقي قبيل الشهر الكريم. ثم نناقش أيضا تصريح النائب مشعان الجبوري الذي قال إن الحكومة خصصت مبلغ 6.25 دولار شهريا لكل مواطن عراقي بخلاف الطحين لتشكل مواد الحصة التموينية، حيث اعتبر مشعان أن مبلغ 6.25 دولار شهريا للمواطن مبلغ كبير جدا. ترى أيها المواطن العراقي، هل يكفيك 9125 دينار عراقي شهريا؟ طيب لو استلمت مبلغ 9125 دينار شهريا، ماذا ستشتري؟ وماذا تتوقع أن يوفر لك مبلغ 6.25 دولار شهريا من مواد غذائية في الحصة التموينية؟ طبعا هذه جزء من الأسئلة نتمنى من حضراتكم، من أي مواطن عراقي يشاهد بغض النظر عن توجهاته، أن يشارك ليبدي رأيه بالتحضيرات والاستعدادات قبيل شهر رمضان المبارك، بالنسبة له كمواطن أولا، وبالنسبة للحكومة ودورها في دعم ومساعدة الطبقة المسحوقة من العراقيين قبيل الشهر الفضيل، شهر عبادة وطاعة، وهو أيضا صيام، ولكن أيضا دعم المفروض موجود في معظم البلدان الإسلامية، دعم غذائي للطبقات الفقيرة، تخفيضات، عروض، مساعدات، سلات رمضانية وغيرها من هذه الخدمات التي تقدمها معظم الدول العربية والإسلامية في شهر رمضان المبارك. ما الذي وفرت حكومة بغداد المنطقة الخضراء للعراقيين بشكل عام وللطبقة الفقيرة بشكل خاص قبيل شهر رمضان؟ نود منكم أن تشاركوا، تعطونا آراءكم بشأن هذا الموضوع. نود أن نسمع ونسمع من أغلق أذنيه بشأن حقيقة ما يحدث في العراق من أوضاع اقتصادية صعبة. خلونا نشوف مقطع للنائب مشعان الجبوري تحدث فيه عن دعم
العراقيين بمبلغ 6.25 دولار شهريا لكل فرد عراقي مفردات تدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية. لنشاهد ونعود. مع أمرين: إنصاف الفقراء، تحسين البطاقة التموينية. احنا راح ننطي 6.25 دولار تقريبا لكل فرد عراقي شهريا لمفردة البطاقة التموينية. وأنت عندما تتكلم عن 6 دولار وشوية حصة غذائية عدا الحنطة طبعا، عدا القمح يعني، هذا رقم كبير. هذا رقم كبير لما صرفناها للستة وربع دولار تطلع 9,125 دينار عراقي بالشهر للمواطن. يعني أنت وحظك، عائلتك كبيرة يجيك أكثر، عائلتك صغيرة يجيك أقل، لكن للفرد الواحد 9,125. قد يقول البعض نعم هذه الدولة ستتعامل مع الموضوع بطريقة تختلف عن الأسواق، يعني الدولة راح تجيب لك المنتجات الغذائية مو مثل ما تلقاها بالسوق والتاجر محمل عليها وكذا. طيب هل العراق بلد منتج؟ هل العراق لديه مصانع، لديه مزارع، لديه ثروة حيوانية تدعم الطبقة الفقيرة أو تدعم المفردات البطاقة التموينية؟ ما يمتلكه العراق من احتياطي بالقمح لا يكفي لثلاثة أشهر، وهذا باعترافات وزارة الزراعة وباعترافات حكومية بشكل عام. التجارة والزراعة، كل ما يمتلك العراق من مخزون استراتيجي للمواد الغذائية لا يتعدى 3 أشهر، إذن سيذهب للاستيراد. إذن هناك رسوم ستفرض على الدولة العراقية عندما تستورد أي منتج، زيت، حنطة، يعني منتجات غذائية، معجون طماطم، أي شيء سيدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية سيتم استيراده، يعني سيتم دفع ضريبة نقل شحن وجمرك وأي ضريبة أخرى سيتم دفعها مقابل جلب هذا المنتج الغذائي. إذن سيتحمل فوق سعره الذي قدم به من بلد المنشأ، وبالتالي يصل إلى العراق بثمن أغلى. سؤال: لما كان قبل أن يتم إعلان 6.25 دولار لدعم من قبل الحكومة لمفردات البطاقة التموينية كان عبارة عن 3.25 دولار، ما الذي كان يتوفر أصلا في الحصة التموينية قبيل هذا الإعلان من الحكومة؟ خلونا بس نرجع بالذاكرة شوية إلى الوراء، وأريد من حضراتكم تشاركونا لإبداء آرائكم كما قلنا بوضع العراقيين قبل شهر رمضان وهذه التصريحات. خلونا نرجع بالذاكرة شوية إلى الوراء، وتعالوا نشوف مشعان الجبوري في لقاء سابق على إحدى القنوات الفضائية ماذا تحدث، وهو كان أيضا عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، يعني نائب برلماني أولا وعضو في لجنة النزاهة، ما الذي قاله ثم نعود. فساد. ها؟ من يدير الفساد؟ كلنا، كل واحد بينا عنده دور بالفساد. كلكم؟ شو يعني؟ شلون؟ كنا هسه احنا بلجنة النزاهة نفتح ملفات يجون ينطونا رشوة نسكرها مثلا. ما حد انت اخذت رشوة؟ اي والله بشرفي اخذت، انطونا رشوة حتى سكر ملف وما قبلت اسكرها، اخذت لي كم مليون دولار بس ما سكرت الملف، فما اعتبرها رشوة، اعتبر ضحكت علي الكلب ابن الكلب الفاسد. من وعد مفسد؟ كله مفسدة، كل لابس عقار ولابس عمامة وفندي كلتنا فاسدين، برلمان وحكومة كلها فاسدة. نادر المو فاسد جبان ما يقدر يفك حلقه، اما فاسد ومستفاد، واما قبلان بالامتيازات اللي ياخذهن وهذا شغل. سلطه حلوه جدا، سياره مصفحه ومرافقه ويجي على الحاجز ويقول لنا نائب. اذا انتم سبب، اذا انتم سبب دمار البلد. طبعا كل الطبقه السياسيه سبب دمار البلد. اذا اكو واحد جوعان بالشارع، واذا اكو طفل ينام بلي اكل، واذا اكو عراقي يموت بلي دواء، السبب هي الطبقة السياسية المتواجدة في المنطقة الخضراء، والطبقة السياسية التي تدير المحافظات مو بس بالخضراء. جميعنا نتحمل المسؤولية، جميعنا نساير، جميع كلنا نكذب، كلنا نبوك، كلنا نأخذ رشوة، وليقول لك أنا ما أخذ مهما على شأنه يكذب. أنت بس أهم شيء ركزتوا بالفيديو الأول، أهم شيء عندنا الفقراء، وهذا الحديث طبعا كان سابقا لمشعان الجبوري تحدث به بصراحة وقال ارتشيت وكلنا نرتشي وجميعنا فاسدون
وإذا كان أكو مواطن عراقي ينام من غير عشاء فإحنا السبب. إذن كيف بهؤلاء الذين عاشوا على السرقة وعلى هذا المبدأ وتربوا عليه أن ينظروا إلى الفقراء، أن ينظروا إلى هذه الشريحة المسحوقة من المجتمع العراقي، أن ينظروا إلى ما يقرب بحسب أرقام الأمم المتحدة إلى 40% من العراقيين تحت خط الفقر اليوم بسبب أزمات اقتصادية وبسبب وباء كورونا والتأثيرات التي انعكست على الحياة الاقتصادية العراقية وغيرها من أمور كثيرة. معنا اتصال أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني والله ذولا ما عندهم شرف ولا عندهم غيرة ولا عندهم إنسانية، يعني يقول كل إحنا أخذنا رشوة، كل إحنا سرقنا، كل إحنا نهبنا، بعد ليش مسلبين بالحكومة؟ ليش مسلبين بالسلطة؟ يعني والله العظيم رحمة الله على روح صدام، أكو واحد الزمن صدام يتكلم بهاي السرعة أمام العالم، يعني قدام التلفزيون وأمام العالم وشو يسمعوا الملايين من العراقيين، يقول كل إحنا أخذنا رشوة، كل إحنا سرقنا، كل إحنا نهبنا، ولا يقول أنا أخذت رشوة، يقول أخذت، لأنه ماكو قضاء عمي، ماكو قضاء، ماكو قضاء تحاكم هذا وأمثاله. يعني هو يصور نفسه شريف؟ يعني واحد من يقول أنا أخذت رشوة لك بابا الراشي والمرتشي بالنار يا مجرمين يا قتلة. سيد أبو علي، سيد أبو علي أعطيني رأيك باستعدادات العراقيين، أو شلون تشوف أنت وضع العراق واستعدادات العراقيين قبيل شهر رمضان؟ أكيد عندك أهلك في بغداد، في العراق، في أي محافظة عراقية، أصدقاء، معارف، يتكلمون وياك على الوضع الاقتصادي، على وضع السوق اليوم. المواطن العراقي اليوم شلون تشوفه في ظل هذا الغلاء وفي ظل رفع الحكومة ايدها عن المواطن من 2003، شايل ايدها من المواطن، لا دعم ولا مساعدة، شلون تشوف وضع الناس اليوم؟ اخي كل دول العالم من يجي رمضان الناس تفرح، قبل اسبوع اسبوعين الناس تتهيأ، الناس تجيب شغلات، بس بالعراق مأساة، من يجي رمضان يعني يجي غضب، لاكو كهرباء، والغلاء الدور، دول التجار دول الجشعين الطماعين، زين يصعدون الاسعار، وكهرباء ماكو عمي، يا رمضان يا رمضان الله يساعد العالم بالعراق. بس انا اقول عمي مو صوت دول المجرمين القتلة اللي يقول كل احنا بكنا وكل احنا نهب، صوتكم عمي انتوا، صوتكم يا عراقيين، صوتكم ساكتين على اللصوص والمجرمين، لك يا اخي دخلوا الى الخضراء وسحولون بالشارع، اتفضلوا. سؤال اخير لك ابو علي، تعليقك على 6.25 دولار راح تمن عليها الحكومة، تمن الحكومة على العراقيين بهذا المبلغ لدعم البطاقة التموينية، 6.25 دولار يعني 9125 دينار عراقي، شنو ردك أو تعليقك على هذا الرقم؟ أبو علي خزي وعار، زين 6.25 دولار يا خزي يا عار، وتسرقون المليارات الدولارات، لعنة الله عليكم وعلى أمريكا اللي جابتكم. شكرا أبو علي من لندن. سيد أم أحمد من بغداد، تفضلي يا أم أحمد، أهلا وسهلا. تفضلي يا أم أحمد، السلام عليكم. أم أحمد السيدة، تفضلي. أنا مو من البلدية مال الطارمية، هاي من بغداد. شلون؟ إيش بيها البلدية؟ البلدية مال الطارمية. إيش بيها؟ يعني راتبهم كان 240-250 نوبات. أي. هسه من 250 سووا 150-120. ليش؟ يعني جاهم مهندس جديد عليهم. ليش يا أم أحمد؟ جاهم. والله ما أدري، هنا البوق مالهم فد مرة فظيع. هسه أمي ببغداد هنا. البوق مال البلدية؟ شنو؟ أي أيوة والله خالة البلدية حيل، يعني نطلب من محافظ بغداد ينتبه عليهم شوية، يعني ست مرة حرامية. خالة أم أحمد والله خالة. نعم، رمضان كل عام وأنت بخير، عقب باكر إن شاء الله. وأنت بخير. شلون استعداداتكم؟ إن شاء الله يعود عليكم وعلى أمة محمد، ونطلب من عندهم بكر يطلعوننا ولياداتنا من السجون. نعم. ما نريد كل شيء من عندهم، يفرحون. نعم. يفرحون الأمهات.
يعني ما سوى لنا كرسي، هاي صار لنا مشكلة عن هالكراسي متعارف. سيد أبو أحمد، خال أبو أحمد، شنو استعداداتكم من رمضان؟ نجيب كيلوات وناكل، قلنا هاي محل ماشي ويا اليومي ويا اليوم. أنا أجيب جواني وأحطي بالمادة. طيب أنا بس أريد أسأل حضرتك، الحكومة تقول حنعطيكم 9125 دينار عراقي كل شهر لكل مواطن، شو تكفيكم هال 9000؟ يعني انت هسه انا اعطيتك 9125، ايش ممكن تشترين بيها اليوم؟ والله خاله ما تجيب كل شيء، ما تجيب. ايش قد تكفيك؟ ايش قد تكفيك يا سيده ام احمد؟ 9000؟ اي ما تكفيني على ايش قد يعني؟ كيلو تمر؟ اي دبتين ماي خلصت. طيب ماشي، سؤال، الحصة التموينية كل ايش قد تستلموها؟ يومين شوية احسن، كل ايش قد يعني ذات الشهر جابوا لنا دهن، رجعوا جابوا لنا دهن. نعم. أي. لا انا اقصد كل ايش قد تستلموها؟ كل ايش قد؟ من زمان ما جاي، صار هواي هاي السنة ايام قام يطون لا على وياك. مودي الجوز على مودي الكراسي. تمام. نعم بس لحظة العفو، أنا أقصد كل إيش قد تستلموها؟ يعني كل شهر وشهر، لو كل شهرين وشهر، يعني شلون تستلموها؟ يعني شهريا لو بين شهر وشهر؟ على ولا كل شهر يطون وياب يطون على كل واحد هم 25 بالشهر كل بطاقة. أي. كل نفر يعني الحمد لله هم تفضل، بس هم ما يعيشوا، قالوا نطلنيش بعد ما شفنا كل شيء. بس يعني هسه انتوا يعني انتوا ما تستلمون الحصة التموينية كل شهر، طيب من تستلموها يا أم أحمد كم مادة بيها بلا زحمة إذا تقدرين تقولي لي، كم مادة موجودة بالحصة اللي تستلموها؟ كل العالم متبهدلة خالة من وراء الحصة، متبهدلة الناس. نعم، كم مادة موجودة بالحصة التموينية عندكم؟ احنا؟ اي احنا 11 نفر بيها. لا أقصد يعني إيش تستلمون بيها، يعني كم مادة بيها؟ زيت طحين، شنو بعد يعني؟ شكر تمن، شكو بعد بيها؟ أكو بيها ذني أصلاً لو ماكو شيء؟ طانة فاصولية وحمص تطعم من الشكر، يعني لو عارفين الحمص ماخذيه إذا مطينا الشكر أحسن، ما مطينا حصة بيها. يعني إذا ينطوكم حمص يقطعون الشكر؟ يعني قبل حصة حليب دهن تايت صابون، هسه كل شيء ماكو. هذا قبل إيش وقت؟ بس قبل غير ثلاثة نعم، ودهن شكر والله حتى ملح الطانه. طيب انا اشكر حضرتك يا سيده ام احمد من بغداد، هذه الاسئله حقيقه مهمه كانت، انه حتى لا يوهم هذا التصريح العراقيين البعض اللي يعتقد انه نعم هناك دعم ومساعده حكوميه، او يوهم من هم خارج العراق ينظرون الى الوضع العراقي عندما يخرج شخص مسؤول يصرح ويقول بأن هذا رقم كبير جدا. هذا الرقم من حولناه إلى الدينار العراقي طلع مهزلة، سعر لتر الزيت اليوم بالأسواق 4000 دينار عراقي، يعني المواطن يستلم 9000 يشتري بنصها بطل زيت. وإذا قلنا بأن الحكومة هي اللي راح تجيب المنتجات وتشتريها وحتكون مخفضة، فسمعتوا حديث السيدة أم أحمد يجيبوا لهم 3-4 مواد بالزايد بالحصة التموينية، إذا استلم المواطن شهر زيت أو فاصوليا أو حمص على سبيل المثال يقطع الشكر منه في الشهر نفسه، يعني يستلم فاصوليا ينقطع الزيت، إذا الشكر عفوا، إذا استلم شكر في الشهر القادم تنقطع الفاصوليا. إذن هناك يعني تلاعب أولا، وبالإضافة إلى ذلك كثير من المواطنين، ونحن حنسمع إن شاء الله كثير من المواطنين يشتكون من جودة المواد المقدمة للعراقيين في الحصة التموينية، من الرز المتعفن، وحضراتكم تتذكرون أيضا الفضيحة التي عمت في وزارة التجارة عن صفقة شراء رز متعفن لتسليمه للمواطن العراقي بمواد الحصة التموينية، الطحين اللي مليء بالحشرات وغيرها، ومواد منتهية الصلاحية يتم إعطائها للمواطن على هيئة حصة تموينية في حين هي غير صالحة للاستهلاك الحيواني أجلكم الله قبل الإنسان. معنا اتصال، السيد أبو عبد الله من أربيل، تفضل. ألو، السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله. الله يخليك، أحييك وأحيي المشاهدين. الله يسلمك. أشكرك على البرنامج هذا. كل الهلا يا أبو عبد الله. والله أستاذ
بالنسبة للكمية يا كادية وين الكمية؟ يعني رحت صارت نزل النكتة قلت نروح لابو الكمية وكانت السمنة مال الشهر 11 والسكر مال الشهر الخامس والزيت مال السنة الفاتت يعني صارت حتى الكمبيوتر ما يعرف يحل ما يعرف الشق ايش منطق ما منطق كل شيء ما تعرف وحاسبها علينا كمية همين ومع العلم اكو شهور حتى الطحين ناخذه والله والله من يوم ابو الكميه بما ناخذها بالطحين الوكيل ناخذها من هناك والله بمكانها لو بايعها لو ناخذها غير مكانها نجيح نروح نخليها عليها فلوس ونشتري غير طحين زينه. اها ليش ايش بيه هذا الطحين؟ استاذ والله اني مرتي من نسوان قبل حدثات انا عمري 55 60 سنه نعم صار لي 20 30 سنه متزوج نعم يعني مرتي من نسوان قبل على اساس الداب الطحين ما ينعجن ولا يصير خبز. نعم. يعني شاطره ما شاء الله بالعجين وما تقدر تعجن هذا الطحين. اي اقول لك ما يصير خبز. ما ينخبز والله. الحكومه لما تنطي للمواطن طعام فاسد اكل غير صالح للاستهلاك شنو تعليقك على هذا التصرف من الحكومة؟ نعم شنو تعليقك على حكومة تنطي أكل فاسد غير صالح للمواطن لابن البلد؟ هم وين حاسبين شعبهم؟ استاذ احنا ما حاسبين شعبهم. نعم احنا مو شعبهم. سيد ابو عبد الله شنو استعداداتك لشهر رمضان؟ كل عام وانت بخير اولا. طبعا شنو استعداداتك لشهر رمضان المبارك؟ استاذ اني معوق حرب والله العظيم والله العظيم عندي ست جهاز راتبي مال معوق استاذ المعسكري متقاعد هسه راتبي 240 الف والله قالي 100 صوتك راح يشتغلونها عماله ومنا لان شنو المصرف مال البيت. نعم السوق شلون اليوم يا ابو عبد الله؟ شلون الاسعار اليوم؟ تقدرون على السوق دا تتعاملون وياه؟ تقدرون تتعاملون وياه؟ اي استاذ هو باوع استاذ هو مو قضيه هاي احنا اصلا رات يعني اذا راتبك انت 900,000 او مليون والله يلا اذا كفيك يلا كفيك ما كفيك صراحة أقول لك هذاك اليوم حتى المتقاعدين حسبوه. نعم. تبنى يعني قالوا لي بهيئة المحاربين راح تراجعت قلت لهم ليش الراتب مالي قليل؟ يعني أقراني هنا يستلمون بال500 تقريبا هذا بس مال الجيش بس مال الحشد وهاي الجماعات الباقية هذول 900 ومليون مليون شوي حسبوا لهم. يعني احنا حاسبين ضحايا احنا ضحايا النظام السابق مو مقاتلين كنا احنا بالجيش وما لهم شغلة بهالشغلة هاي. سيد أبو عبد الله أنا أشكر حضرتك وكان الله بالعون. شكرا جزيلا لك للمشاركة. الحكومة طبعا بين فترة وفترة يطلعون بموضوع يراه الكثيرون بأنه باب من أبواب الفساد. يعني هسه هذا الكلام اللي قبل شوية طلع من النائب مشعل الجبوري عن المبلغ المخصص وهو 6.25 دولار يراه كثيرون بأنه جزء من أبواب الفساد. لكن اللجنة المالية في البرلمان قالت إن مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي يواجه معارضة سياسية. أطلق مشروع هو يسمى مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيه تفاصيل كثيرة حقيقة. قناة الرافدين أنتجت تقريرا يتحدث عن قانون الأمن الغذائي، دعونا نشاهد هذا التقرير مشاهدينا الكرام، فيه تفاصيل كثيرة وفيه أيضا الإشارات إلى مواضع الفساد المحتملة في هذا الموضوع ثم نعود. منذ عام 2003 وحتى الآن يعيش العراق نظاماً سياسياً لم ينجح في التعامل مع مشاريع التنمية الحديثة وبرامج الاكتفاء الذاتي، واقع حال أقرت به الحكومة الحالية، فسارعت إلى تقديم مشروع قانون قالت إنه للدعم الطارئ للأمن الغذائي، إلا أن القانون لم يتطابق اسمه مع محتواه وفقاً لأعضاء سابقين في لجنة النزاهة النيابية،
حيث أكدوا أنه يتيح لوزارة المالية الاقتراض الداخلي والخارجي وإغراق البلد بمزيد من الديون، حيث يذكر القانون أن أحد موارد الصندوق سيكون من الأموال الفائضة عن إجمالي النفقات الفعلية للسنة الماضية، وهو مورد وهمي بحسب المراقبين لكون إنفاق الموازنات يكون في الغالب أكثر من الحاجة الواقعية بكثير، وتحت عنوانات مبهمة تسهل الهدر والفساد المالي، فضلاً عن وجود عجز يصل إلى أكثر من 30 تريليون دينار سنوياً بسبب تذبذب أسعار النفط عالمياً، حيث يمنح وزارة المالية الحالية صلاحية الاقتراض للمشاريع بقيمة 10 تريليون دينار، الأمر الذي يعني زيادة الاقتراض الخارجي بأرقام خيالية. خبراء أكدوا أيضاً أن القانون يمنح صلاحية تحديد المشاريع من قبل وزارة التخطيط الحالية، وهو ما يثير الشك في احتمالية تحكم الجهة السياسية التي تتولى وزارة التخطيط في هذه الأموال لحسابات ضيقة تفتقد إلى العدالة. كما يمنح القانون استثناء بالصرف خارج ضوابط قانون الإدارة المالية. ويرى خبراء الاقتصاد أن قانون الأمن الغذائي يعفي المشروعات المشمولة بهذا القانون من الضريبة والرسوم الجمركية، ما يعني باباً جديداً لفساد الأحزاب والميليشيات وتفريطاً واضحاً بإيرادات غير نفطية مهمة تؤثر على سوق العمل وتزيد من أعداد البطالة المتفاقمة أصلاً. مشاهدينا، استمعتم إلى هذا التقرير، فيه حديث عن وكما قلت إشارات إلى مواضع الفساد في قانون الأمن الغذائي المقترح من قبل البرلمان. يعني بالمختصر مشاهدينا الكرام، كل ما تطرح هذه الأحزاب بحسب العراقيين أولا ومن يراقبون الوضع في العراق والشأن السياسي والشأن الاقتصادي، كل ما يطرح من قبل هذه الطبقة السياسية الحاكمة بحسب الكثيرين فيه نقاط فساد تخدم هذه الأحزاب. يعني موضوع طرح مبلغ 6.25 دولار أو موضوع الحديث عن دعم البطاقة التموينية أو موضوع دعم شريحة الفقراء، هي دائما تكون أطروحات فيها أبواب تستفيد منها هذه الأحزاب استفادات ضخمة على حساب المواطن العراقي، تسرق بحسب ما جرى في كثير من الأمور السابقة، تسرق الغالبية من هذه الأموال المخصصة ويذهب الفتات إلى المواطن العراقي إن وصل، فيعطى الحمص ويقطع مدله السكر، وأنه أعطي السكر يتم اقتطاع الحمص، وبالتالي هو عملية سرقة وعملية تلاعب والاحتيال على المواطن العراقي بقوته بحقه. يعني الحديث اليوم موجود في السوشيال ميديا على كرد فعل طبعا على تصريح مشعان الجبوري، أولاً كان سخرية يعني بشكل واسع جداً. النقطة الثانية كان حديث عن مدى استهانة هذه الحكومة بالعراقيين، مدى محاولتها أن تبين بأنها هي تمن على العراقيين بخيراتهم بحقوقهم، يعني تعطي حق المواطن العراقي إلى المواطن بشكل فيه إذلال، فيه نوع من يعني المنة على المواطن العراقي صاحب الحق في هذا البلد والحق في كل دينار عراقي موجود على هذه الأرض. معنا السيد أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية. السيد أبو سمية من الأنبار، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على هذا البرنامج. الله يسلمك، كل الهلا أخي الكريم. ونحن نقترب من شهر رمضان والناس يستعدون للصوم. نعم. الصوم يعني المفطرات، والصوم الصوم أهم شيء، هو الصوم عن دماء الناس ولحوم الفقراء. ولا أدري هل إن السياسيين سيصومون عن دماء الأبرياء، سيصومون عن لحوم الفقراء؟ نعم. سوف يفطرون على التنافس والتقاتل على المناصب. ونحن نقبل على رمضان، ترى أن كثيرا من الناس يتهيئون بأجواء روحانية ليستقبلوا هذا الشهر. ولكن أسأل السياسيين المتقاتلين في المنطقة الخضراء
ماذا جهزتم لرمضان؟ وأسألهم ما هي قيمة المواطن العراقي عندكم؟ لو تصفحت تاريخ الدول المتطورة المتقدمة الآن في أوروبا وفي غيرها وفي بعض الدول الإسلامية لرأيت أن المواطنة ذات إن في العراق فإن المواطنة ربما يأتي في المرتبة الأخيرة وربما ليس لديه مرتبة. الدول التي تتهيأ للأزمات وخصوصا الأزمات التي ستأتينا في رمضان تتهيأ للأزمات إذا كانت عندها سياسة اقتصادية ناجحة وإذا كان عندها اعتبار للمواطن وللفقراء وللمحتاجين ولكافة طبقات الشعب. أما هؤلاء المجموعة الفاسدة فإن همهم التقاتل على المناصب، همهم جمع الأموال، همهم المصالح، أما المواطن فإلى الله. تعليقك على استعدادات العراقيين أو أريد رأيك باستعدادات العراقيين بشأن شهر رمضان المبارك، شلون تشوف الوضع اليوم، شلون تشوف القدرة الشرائية، وضع الأسواق؟ أنت اليوم موجود بمحافظة الأنبار، على الأقل نتكلم عن محافظة الأنبار، احنا كل متصل ده أسأل عن المحافظة اللي هو بيها، فأريد رأيك بمحافظة الأنبار، وضع الناس هناك والقدرة الشرائية، شلون الاستعدادات؟ سيد الكريم، الناس الآن يتجهزون من جانبين، من جانب الروحاني ومن جانب مادي، وللأسف بعض الناس تتهيأ للعبادة وبعض الناس تتهيأ للغلاء في رمضان وتتهيأ للغلاء الذي ربما سيأتي من تجار عندهم ارتباط بالسلطات الحكومية. أنا أسأل حكومة المنطقة الخضراء، لو أن بعض التجار قد تلاعبوا بالأسعار واستغلوا الناس وكان هؤلاء التجار أعضاء في أحزابكم أو على علاقات في أحزابكم المتنفذة، ما هو دوركم؟ هل ستعاقبونهم؟ لا. لماذا؟ لأننا اعتدنا عليكم أن هذا يغطي على ذاك. تنازل عن قضيتي وأتنازل عن قضيتك، وللأسف سؤال لو سمحت أبو سمية باختصار، الحصة التموينية كلش قد تأخذوها؟ الصوت غير واضح. الحصة التموينية كلش قد تحصلون عليها؟ يا أخي الكريم، الحصة التموينية مواعيدها متذبذبة، أحيانا قد تكون كل شهر، طيب، وأحيانا قد تكون كل شهرين، تمام. والأمر يعود إلى مزاجيات وزارة التجارة المرتبطة بحكومة المنطقة الخضراء. ستة وربع دولار يبشرك بها مشعان الجبوري، أنت لك ولكل فرد من أفراد عائلتك 6.25 دولار، يعني بالدينار العراقي 9125 دينار عراقي. تتوقع هاي الفلوس إيش ممكن تضيف بالحصة التموينية؟ تجيب شيء هاي الفلوس؟ أولا، إن من الجريمة أن يتكلم بهذا الأمر مشعان الجبوري، لأن هذا الرجل عرف عنه أنه كل سنة يلبس ثوبا جديدا. ثانيا، أن مقترحه ما دام ينبع من رجل فاسد يرتبط بحكومة الفاسدة فلا خير فيه. شكرا أبو سمية، أنا أشكر حضرتك، أكتفي وياك بهذا الحديث. ويانا كامل من بغداد، تفضل يا كامل. السيد كامل من بغداد، كامل تفضل، حياك الله. تسمعني يا كامل؟ يعني الشباب دي يقولون أنت موجود وياي بالاتصال. كامل من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أنا نازع وخندوش السابق وديت عليكم أن أخذتكم على مدرات إضماتي مع التقاعد. إيش بي ماذا أسمعك بشكل واضح؟ نازلكم على مدرات إضماتي تقاعدتي، شوفنا رئيس وزراء، والله العظيم دفع من الجوع. نعم. يعني راتبك متوقف؟ أنا حصل لنا بالإذن ما تنزم على ولم أبيع. نعم. كامل راتبك متوقف؟ والله
اروح للمحامي يطلب علي 18 مليون، قال انا منين ال 18 مليون؟ والله ما عندي. زين؟ نعم. يعني ناشد رئيس وزراء، ناشد شؤون المواطنين المال العراقيه يجي يروح شكل لك محامي، شكل محامي يطلب علي 18 مليون. شنو مشكلتك يا مشكلتك شنو بالتقاعد يا كامل؟ مشكلتي اداره التقاعد بس يسوي لي كتاب، اسلم لي راتب التقاعد، كل شيء ما اريد. ليش ما يسوي لك الكتاب؟ بالحرس الجمهوري لما الليل. أنت اليوم بالحرس الجمهوري سابقا؟ شاركت فيها. تاليها أفضح هيك بلوشي. نعم. يعني أنت اليوم بالحرس الجمهوري سابقا فمعاقب من الحصول على راتب تقاعدي. يعني بس يشوفوا لي واسطة، يشوفوا لي شيء من يومكم، رحمة الوالدكم، يشوفوا لي أي طريقة اللي حصل بها راتب. محامي حريص. ما عندي يعني محامي اللي اروح لي عندك 20 مليون مال معايا خدمة منين انا اسدها؟ يعني كارثة والله العظيم كارثة. انت قاعد بطل الدين ب 3000 منين اجيبها من الحديث؟ سيد كامل من بغداد، اتمنى صوتك يوصل. انا اشكر حضرتك وكان الله بالعون، وحقيقة هذا الصوت ما راح اسأله شنو استعداداتك لرمضان، لان انتوا سمعتوا يعني مش ممكن يكون استعداداته لرمضان، ايش ممكن يكون استعدادات هذا الشخص لرمضان؟ ان شاء الله باذن الله من الناحيه الدينيه بالعباده والصبر، لكن نتكلم عن الحياه الدنيا الاكل والشرب له ولعائلته، التبضع، ايش ممكن نسأل مواطن بهذا الوضع المأساوي؟ يتكلمون يقولون احنا اهم شيء عندنا الفقراء. هذه الشعارات الى متى ستستمر؟ الى متى يستمر الضحك على العراقيين؟ نحن اهم شيء عندنا الفقراء. يطلع هادي العامري يقول الفقر كذبه، يطلع حيدر، يطلع عادل عبد المهدي يقول اني نثريتي شهريا مليون دولار اوزعها للرعايه الاجتماعيه وللفقراء. معنا اتصال سليم من زاخو، تفضل يا سليم. السلام عليكم ابو جاسم ابن اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. شلونك اخوي؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك ويبارك فيك. الله يسلمك. اريد ارد على هذا الحاشا سامعين هذا الكلب. لا 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 بدون تجاوز لو سمحت سيد سليم. سيد سليم لو سمحت تفضل، كل الهلا ومرحبا بيك بدون تجاوز او سب او شتم او تلفظ على اي شخص. انتقد كلامه، انتقد سياساته بدون شتم لو سمحت، تفضل. هذا يا اخ العزيز، يا اخ العزيز، هذا لا عنده ضمير ولا عنده غيرة ولا عنده شرف. يعني ارجع واقول لك بس لو سمحت. نعم. مشكور مشكور مشكور. سيد سليم لا يا ابن بس أخوي. لحظة خليك وياي. سيد سليم تسمعني؟ نعم دا اسمع. نعم. أريد أسأل حضرتك أولاً، شنو تعليقك على التصريح اللي يقول أنه حننطي للمواطن لكل عراقي 6.25 دولار؟ أرجع وأقول من صرفناها إلى الدينار العراقي تطلع 9125 دينار عراقي على سعر تصريف اليوم، شو تجيب هاي الفلوس؟ يا أخ العزيز أنا هسه بزاخر. نعم هسه أي وياك ابو جاسم. وياك سيد سليم اسمعك. هسه اني هسه قاعد بضاقه. نعم. حصه تمينيه كل شهر، كل 6 اشهر وجبه، كل شهرين كل 3 اشهر مره. نعم اني باخذ من الحكومه المركزيه فايده باخذ. نعم قاعد بموصل هسه بدي اخذ من الفائده يعني. يعني 6.25 دولار بطلن زيت ما يجيبه. نعم. سيد سليم انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه. ويانا محمد من بغداد، تفضل يا محمد حياك الله. السلام عليكم، شلونك استاذ محمد؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام على الكادر قناة الرافدين. كل عام انت بخير ان شاء الله وصحه وعافيه. شكرا جزيلا محمد، تفضل. والله
والله استاذ محمد هي شغله الوضع في العراق الوضع يعني صعب حيل. ما نحتاج يعني نطلب الاقاني او نطلب يعني نقول الحكومه تصير فينا ويا البلد هذا وتهني الشعب هذا. هذا الرجاء والتمني ماكو يعني. مطلوب هاي الحكومه لازم تتغير. ومع الاسف الشعب العراقي يتقسم الى اقسام. قسم مغلوب على امره اللي ويا كان اتحدث ويا كان المغلوب على امري. نعم. اللي ما اقدر اسوي شيء لان ماكو بس انا وحدي اسوي شيء. لو اكو فرصه اتلقى كل شيء نسوي اذا اكو ناس مثلا. نعم. كان يريدون تغيير صدق. نعم. والقسم الاخر الناس اللي يريدون هذا الشيء. وقسم اللي مستفادين وقسم اللي خايفين يعني مسألة صعبة يعني عويصة بالعراق مسألة معقدة الوضع بالعراق معقد. نعم. المطلوب من الشعب العراقي ان يتحد ككل. انا ما راح اسألك عن الوضع الغذائي والوضع الانساني بالعراق وما ادري شنو هذول بعد الحكومة ما نتمنى من عندهم شيء ما راح يسوون شيء بهالبلد هذا. نعم. بعد سنة ما راح يسوون شيء. لازم هاي الحكومة كلها تنشال الاحزاب الحكومة البرلمان كل هذا الاتحاد الوضع الوجود ولا كله تنقلع. انا بس اريد اسالك اريد اسال حضرتك سؤال. ذول اللي موجودين بالحكومه اليوم هم دا يتصارعون على المناصب تمام، والثلث المعطل والميليشيات دا تهدد ويريدون يحرقون العراق اذا ما يكون لهم جزء من هذه الكعكه وياخذون نصيبهم من هذه الحكومه كلهم طبعا. طيب يتهجمون على الدول المحيطه، يتهجمون على تركيا، على السعوديه، على قطر، الامارات، الاردن، الكويت، ما حد يجيب طاري ايران طبعا، لكن يتهجمون على هذه الدول. راح اعطيك مثال بسيط عن هذه الدول المحيطه، مثال من تركيا. اليوم في تركيا سله غذائيه مكونه من 28 ماده سعرها 27 الف دينار عراقي، بها كل الاساسيات وكماليات وياها. هل يعقل انه بذول اللي بالعراق اللي ينتقدون تركيا ويهاجموها والسعوديه ويهاجموها وقطر والامارات وذني الدول توفر دعم في شهر رمضان يعني لا مثيل له تمام؟ هل يعقل بانه هذه الدول كلها على خطا ومترع الجانب الانساني ودول مظلمه مجرمه ظالمه وهم اللي على حق وشعبهم دا يموت من الجوع؟ يعني هل يعقل هذا الكلام يريدون ينطون المواطن العراقي 9000 دينار وهو يعوم على بحر من النفط؟ هي هات 6000 وربع اللي داخل الاشغال الصبوري. هي تكفي ممكن تجيب يعني هو كل الدول ينظمون سلات غذائيه بهذا الشهر الدول العربيه المسلمه. نعم. وينفهون الشعب ويعني يخلون تخطيط لهذا الشهر. بس بالعراق اهانه وابلال للبلد هذا. يعني يحجون بالمؤامرات ويحجون والله دول فلان ما تقبل العراق يتهنى دول فلان ما تريد العراق يصير براسه خير. هاي كلها كذب، هاي حجج واهيه يعني تنسبيح على اساس يخلون الشعب دايخ. يعني يقول لك والله صدق احنا اكو مؤامرات علينا من قبل الدول. نعم. يا دول اللي بتسوي مؤامرات على العراق هم اساسا هم الداعش وغير داعش هم جابوهم. الفوضى هو سووها، هم سووها. نعم. من البلد هم سووها، شنو اللي يقدموه ذولا؟ زين ليش قلت لك انا استاذ محمد؟ قلت لك ذولا لازم بعد ماكو رجاء، يعني واحد شلون ما تترجى بعد من واحد يسوي لك خير؟ هذول بعد لازم ينقلعون، وانا اتمنى رساله او اتمنى صوت الشرفاء العراقيين الشرفاء خلي اقول لك. نعم. زين؟ يعني يوصل صوتنا للدول اللي تداعب الحريه وتداعب النظام بالعالم. خلي يخلصونا من البلاء هذا. وانتم كدوركم كاعلاميين كقطات محترمه وانتم ما تقصرون يعني تقولون وقائع وصور وفيديوهات. نعم. وتصريحات مال المسؤولين تقول يعني تراهوهم من الشعب تراهوهم من الدول. نعم. يعني وبارك الله فيكم على هذا المجهود، يعني بس انتم القناه الوحيده اللي تقولون الواقع العراقي الصحيح مو باقي القنوات يجملون. واجبنا هذا يا محمد. انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. الحمد لله هو هذا النهج الذي تسير عليه قناة الرافدين منذ تأسيس القناة لغاية اليوم. يعني هذا الموضوع هو اللي نمشي عليه وهذا هو الطريق الذي نسير عليه، نكشف الجميع وما عندنا خطوط حمراء مثل الكثير الموجودين. الكل مشمول إذا كان فاسد، إذا كان مجرم، إذا تجاوز على حقوق الناس وأكل مال حرام.
مشاهدينا فيما تبقى من لحظات نقرأ رسائل سريعة. يقول أحد المشاركين: أستاذ محمد، الحكومة بعيدة كل البعد عن تقديم الخدمات للشعب، لأنهم مشغولون في التطبيع مع إسرائيل بشكل يختلف عن التطبيع مع تطبيع الدول العربية مع إسرائيل. تطبيع حكومتنا بشكل آخر، وهو تمويل إسرائيل ببراميل من النفط، ونفط يذهب إلى الأردن ويذهب إلى مصر ويرسل إلى إسرائيل وتصبح دولة نفطية، يكرر النفط ويباع إلى العراقيين. يا عراقيين، موتوا من الجوع، والعدو وحكام الجوار متنعمين بثرواتنا. حكومتكم أكبر عميلة لإيران وإسرائيل، ولا تتوقعون يا عراقيين أن هذه الطغمة الفاسدة ستتغير ما دام مسندة من إسرائيل وأمريكا. شكرا جزيلا. في رسالة لدينا من أحد المشاركين يقول: مساء الخير قناة الرافدين العظيمة. أخي محمد، أهلي في العراق يقولون الطحين ما ينأكل، هاي الحكومة عندهم هيك الحصة، يلا الحكومة خالي هم تستلم هيك حصة، حسبي الله ونعم الوكيل. فاتن من ألمانيا، شكرا جزيلا يا فاتن، حسب ما فهمت من الرسالة بصراحة. بهذا وصلنا مشاهدينا الكرام وإياكم إلى ختام حلقتنا من منبر الرافدين لهذا الأسبوع. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات إن شاء الله، نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.